قدم زميلي العزيز دكتور محمد عوض استاذ الاندوكراين بجامعه الزقازيق، هيكلمنا على زيونيك كنترول فيتنج اول. السلام عليكم. طبعا في الاول بتوجه بالشكر للاستاذه الدكتوره ايناس شتوت على الدعوه الكريمه، وبشكر شركه رميدا دكتوره نهال درويش والدكتور احمد سامي وكل الماركتنج ميديكال اند سيلز تيم على الدعوه الكريمه. طبعا يمكن العنوان ينتابه شيء من الغموض، ازاي احنا بنقول، يمكن لسه كنا الاسبوع اللي فات مع رميدا، وازاي بنقول انه اليونيك كنترول فيت لكل الناس، لكل الكاتيجوريز من الدايابيتيك بوبوليشنز، سواء اللي ما عندوش ريسك سواء اللي عنده ريسك زي الكارديو رينال ديزيز. قبل ما نخش في التفاصيل يجب ان احنا، يمكن كان تعليق على المحاضره نمبر نيديد. يعني ايه نمبر نيديد؟ يعني رقم واحد في المانجمنت اوف دايابيتيس ان انا اعمل ميتيكولس هيموجلوبين اي 1 سي كنترول. انا بعالج السكر ليه؟ عشان اظبط الهيموجلوبين اي 1 سي اند اتس تريات، اللي هو الفاستنج والبوست برانديال وكمان الجلايسيميك فاريابيلتي. يبقى اذا الريكوايرمنت بتاعتي في الجلايسيميك مانجمنت ثلاثه. بعد ذلك ادور على الريسك ستراتيفيكيشنز، لانه لو انا عملت ريسك ستراتيفيكيشن من غير ما اظبط السكر definitely I did not gain any benefit. هنتكلم في التفصيلة بعد شوية. ادي السلوجان اللي عاملاه رميدا، بن كونجراتيوليت رميدا يمكن very soon in the Egyptian market الجليبتالينا او اللينا جليبتين بلس ميتفورمين. وهم عندهم جزئين، جزء الاي ار الاميديت ريليز وجزء الاي ار اللي هيجي على اول السنه اللي هو الاكستندد ريليز ميتفورمين بريباريشنز. يمكن بنقول انه يعني تسلق جبل ايفرست بيحتمل مورتاليتي ريت 20%، نفس الكلام اللي بيشوف العيان بمايوكارديال انفاركشن. يعني اذا دايابيتس از كارديو فاسكولار ديزيز او كارديو فاسكولار اكويفالنت ديزيز. طيب هل الهيموجلوبين اي 1 سي ليس له علاقه بالكارديوفاسكولار ديزيز؟ لا، له ديفينيت علاقه. يمكن كنا في الاي اس دي من شهر وحطيت كده سلوجان الانطباعات الاولى في ضبط السكر تدوم، لانه لقيت ان المايوكارديال انفاركشن بعد 44 سنه من اليو كي بي دي اس بيتحسن، لقيت انه المايوكارديال مورتاليتي في الناس اللي عندهم تايب 1 دايابيتس وكانوا بيحتفلوا في الاي اس دي اللي فات بمرور اكتر من 40 سنه على الدايابيتس كنترول كومبليكيشن ترايل برضه تحسن. يبقى اذا اللي بتزرعه مع عيان السكر من بدري لابد انك تحصده فيما بعد. اذا هو لونج تيرم ريليشن شيب، بات وي هاف ديفينيت ريليشن شيب ويز الجلايسيميا اند مايوكارديال ديزيز او الكارديوفاسكولار ديزيز ان جنرال. نفس الكلام اهو، زي ما نقول ان المورتاليتي among diabetics the most common cause of mortality among diabetes is cardiovascular disease. بما انه مفيش short term relationship، يمكن هي دي النقطة الفاصلة ما بين المودرن ثيرابي في الصوديوم جلوكوز والجي ال بي والسكريتاجوج او الانسولين سكريتاجوج، ان ده long term plan، بينما الصوديوم جلوكوز والجي ال بي شورت تيرم بلان فور ريدكشن اوف كارديو رينال ديزيز. اهو طبعا الدايابيتس از انكريزد، ويمكن احنا في التوب 10 كانتريز في النمبر اوف بوبوليشنز ريجاردنج الدايابيتس سواء تايب 1 تايب 2 او الجي دي ام. ادي المنظر او المشهد العام في الجلاسيميك كنترول من الكو 2 دي ستادي. اهو بنقول تقريبا 70% من الناس، يمكن كنا في نقاش مع خواجه من فتره وقال انه لما اوصل لهيموجلوبين اي 1 سي كنترول بلو 7 30 40% ده يعني اقصى الاماني
بالنسبة لإنجلترا، واخد بالك، أو السنتر اللي كان بيتكلم فيه. إذن we have fair glycemic control، وبالتالي من هذا المنبر بندعو كل الناس إنه هيموجلوبين A1C، هيموجلوبين A1C، هيموجلوبين A1C، how it comes، إن أدي العيان صوديوم جلوكوز كوترانسبورتر 2، ولا لسه يمكن أول امبارح شاف العيان عنده الهيموجلوبين A1C 10. الله، هل أبو 10 ده هيجيب بروتكشن؟ ديفينتلي نو. وبالتالي هاند إن هاند يجب إن أنا عيني على الجلايسيميا زي ما عيني على الكارديو رينال بروتكشنز. أدي البينيفيتس، يمكن نهال كانت معانا في الشركة السابقة، وأدي إيه الريدكشن أوف هيموجلوبين A1C، ده كان بإيه؟ بالجلايبينكلامايد. مش الجلايبينكلامايد ده الكونسبت بتاع الانتنسيف جلايسيميك لورينج. قد ايه؟ مع ان شوف الغريب في الموضوع، انه العيانين بتوع ليكو بي دي اس دول كان بيجي لهم هايبوجلايسيميا كتير، كان بيجي لهم مشاكل كتير، بالرغم من كده الريدكشن اوف هيموجلوبين اي 1 سي حقق كل هذه المارفلس بينفيت. الله، يبقى اذا الجلايسيميا لها دور، يبقى في بوتنشال رول للجلايسيميا، يبقى في رول واتس كولد ميتابوليك ميموري اللي انا سميتها الانطباعات الاولى في ثبت السكر. حتى ولو سبت العيان بعد شويه هتلاقي هو محتفظ بالذاكره بتاع الجلايسيميك كنترول، بما لا يدعو للشك. دايابيتس كارديوفاسكولار ديزيز ذا موست امبورتنت بارير للجلايسيميك كنترول، حاجتين بيسموها ايه؟ ريت ليميتنج فاكتورز in achieving meticulous glycemic control، the occurrence of weight gain، the occurrence of hypoglycemia. اذا يمكن حضرت من سنتين ثلاثه خواجات في الاي اس دي بيقول لك لو انا عملت اليوكو بي دي اس بالمودرن ثيرابي زي الدي بي بي 4 ديفينتلي هلاقي تغيرات قويه جدا في الاوتكم. ادي الريكومنديشنز اللي طالعه من كل السوسايتيز، ويمكن تزعم هذا الموضوع الكونسنسس الاخير ما بين الامريكان وما بين الاوروبيين، الاي دي اس دي كونسنسس 2018، قال يا جماعه يجب انه المنظور للمانجمنت اوف دايابيتس على انه كومباينيشن ثيرابي، وانه باك بون من الكومباينيشن وجود متفورمين، قد يكون صوديوم جلوكوز، قد يكون دي بي بي 4، قد يكون بيوغليتازون، وانا من دعاة هذا الكونسيبت، لانه when you treat the basophysiologically driven mechanism of hyperglycemia في هذه الحاله فقط you treat diabetes. ودي مقوله شهيره لرالف دوفرونزو، يقول لك انه سلفونيل يوريا وما اشبه just فقط to lowering الجلايسيميا. When you treat diabetes, you have to treat its root of hyperglycemia. كل الجمعيات أجمعت على إنه الـ A1C يجب إنه يكون around 7%، وإن كان في قانون أزلي مهم اسمه الـ individualization of syrup. يمكن أنا حاطط امبارح بوست ما حدش كتير خد باله من المسج. انا بوعد ان انا اللي متابع للصفحه ان انا هحط كل يوم معلومه عشان هنصححها في برنامج مهم هنعمله على السوشيال ميديا اسمه معلومه سكر، لانه الدنيا ساعات دخلت في بعضها، وبالتالي اللي تقوله جايد لاينز لما تيجي تركبه على العيان قد يكون فيه او قد ينتابه شيء من الغضاضه. وبالتالي هنا نفس الكلام، الاي 1 سي لما في سن صغير، لما لايف لونجيفيتي، ما عندوش كارديو رينال ابنورماليتيز، يجوز ان انا العب تحت السبعه. انما لو واحد الدرلي، لو واحد هوم الون، لو واحد عنده مالتيبل كوموربيديتيز، يجوز 7.5 ويجوز 8. انا من دعاة هذه الدائره، لانه خلصت فيها كل الكلام على راي الايه، خلصت فيك كل الكلام بتاعت الأغنية الشهيرة، لأنه البرايوريتي فور ذا مانجمنت اوف دايابيتس كامز انتو فور كونسبتس. ذا فيرست وان از جلايسيميك كنترول، وقالوا جلايسيميك كنترول وراحوا فاتحين قوس وقالوا كومباينيشن ثيرابي، وتحول الكومباينيشن ثيرابي من الانترميديت افيكاسي انتو هاي جلايسيميك افيكاسي. ذا سكند از ويت مانجمنت، ما عنديش مشكلة ان انا احطه برايورتي، انما
في بعض الاحيان واخد بالك العيان ما عندوش الويت مانجمنت برايورتي. امتى اعملها برايورتي؟ في الاوبيز، في الموربد لاوبيز اللي عنده كو موربد كونديشنز اللي مش هتتصلح الا لو صلحت الميزان. اثنين، التعامل مع الكارديو رينال ديزيز. ثلاثه، الدراجز ويز كارديو رينال بنفيت. يبقى زن اول حاجه تيجي في دماغك في المانجمنت هيموجلوبين اي 1 سي ريدكشن. هذا هو الالجوريزم. قسم العيان الى هاي ريسك بوبوليشن ولو ريسك بوبوليشنز، وكلكم عارفين يمكن هذا الجدول هيتقال في كثير من المحاضرات على مدار المؤتمر كله. بيحضرني هنا الاوروبيان سوسايتي كارديولوجي، وانا شايف كده يعني في حضره اساتذه كارديولوجي موجودين، انه الاوروبيان سوسايتي اوف كارديولوجي بالتعاون مع الاي اس دي حطم تاسك فورس يمكن اخيرا في المؤتمر الاخير اللي كان اعتقد في امستردام او حاجه زي كده، وقال انه It is recommended to tight glycemic control to reduce microvascular complications. ادي النظر ارب. النقطة الثانية برضو It is recommended to avoid hypoglycemia particularly في الناس اللي عندهم cardiovascular disease. Level of evidence 1، أعلى level of evidence. ثم الهيموجلوبين A1C targets قد يكون variable، حطوها 1C، والتايت glycemic control to reduce coronary artery disease برضو من الحاجات اللي واخده ليفل اوف ايفيدنس اعلى شويه. وراحوا حاطين اهو الناس اللي عندهم فاسكولار ديزيز بديلهم صوديوم جلوكوز او جي ال بي، الناس اللي عندهم ما عندهمش ريسك يجوز اعطاء اي ميديكيشن بما فيه الدي بي بي 4. الكديجو نصت صراحه على استخدام صوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2، انما لو الهيموجلوبين اي 1 سي فعيان عنده كورون كيدني ديزيز لم يتحقق بالصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 وما هواش كانديديت لان ياخد جي ال بي ريسبتور اجونست، يجوز اضافه الدي بي بي 4. وهنا فقط هلاقي للينا جليبتين دور مهم في الناس اللي عندهم كرونيك كيدني ديزيز، وهنتكلم بعد شويه عن الكارولينا والكارميلينا. اذا وي كام تو دي بي بي 4، هل الكل الدي بي بي 4 الون؟ كلنا عارفين انه It is act to reduce glucose, postprandial glucose in a glucose dependent manner. وبالتالي هتصلح الجلايسيميا، هتعمل reduction للجلوكاجون، وبالتالي بتعمل alpha cell sensitization. هل كلهم زي بعض؟ Definitely no. We have individual differences. لا عمر الايس كلها زي بعض ولا عمر الاي ار بيز كلها زي بعض. نفس الكلام ينطبق على الدي بي بي 4. وي هاف برايورتيز كلها. لو انا جيت يمت الانزايم ويمت السيلكتيفيتي ويمت السبيسيفيستي كلها كامز تو لينجليبتين. انما للاسف صاحب اللينجليبتين كان مشغول بالصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 ونسي الدي بي بي 4 اللي هي فون كول بريسكريبشن. اهو ادي الكلام في الفري دراج انتر اكشن مع الانزيمز، في السبيسيفيستي للانزيمز، كلها حاجات بتقول ان اللينجليبتين وان اوف ذا موست امبورتنت دي بي بي 4 ذات سيلكتيفلي انهبت داي بيبتايدايل داي بيبتايديز انزيمز. وبالتالي اهو زي ما انتم شايفين حلوه نهايه الصوره دي، جميله ومعبره عن قد ايه اللونجيفيتي اوف دي بي بي 4 لينجليبتين. ذاتس واي هو يمكن الوحيد اللي انا اقدر اديه وانس ديلي بريسكريبشنز. برضو من الحاجات المميزه للينجليبتين انه اكسكريتد فيا جي اي تي، وبالتالي من اول رحله العيان اهو ادي اليونيك كنترول فيتنج اول، من اول النيولي دايجنوز للناس اللي هتخش في رينال او هتخش في كاردياك شغال معايا اللينجليبتين اهو. ادي الايفيدنس على انه بيلياري اكسكريشنز. يبقى فروم ذات بروبرتيز كلها بتقول ان اللينجليبتين وان اوف ذا موست امبورتنت دي بي بي 4 ويتمتع بمميزات ممتازه يمكن تفرقه عن بقيه الدي بي بي 4. طب فين الدليل؟ ادي الدليل اهو. دليل كامز فروم كلينيكال ترايلز، كام فروم كلينيكال ايفيدنس. ادي الماجنيتيود اوف لينجليبتين، لينجليبتين بلس ميتفورمين
for the reduction of hemoglobin A1C. اهو ادي الكومبو. يمكن انا ليه رأي في الكومبو قبل ما نخش في تفصيلتين صغيرين الكارولينا والكارميلينا. كان زمان يقول لك ايه اصل الدي بي بي 4 بتتعكز على الميتفورمين. هذا الكلام غير صحيح. الدي بي بي 4 بتعمل ايه؟ بتستيميوليت ذا بيتا سيل، بتشتغل على الانسولين باسوي، بينما الميتفورمين بيشتغل على الهيباتيك جلوكوز برودكشن. يبقى واحد هيأتاك الفاستنج بلاد جلوكوز، بينما اللينا جليبتين هيشتغل مينلي على البوست برانديال. ذاتس واي وي هاف سينرجي بتوين ميتفورمين اند لينا جليبتين. ادي الايفيدنس وقد ايه الماجنتيود. كلما كان البيز لاين هيموجلوبين اي 1 سي عالي كلما كان الريدكشن اكتر. ليه؟ لان انا بجيبه للنير نورمو جلايسيميا. طيب ادي الديفرنسز بتوين ذا اذرز. كلها قالت انه اللينا جليبتين از افكتيف از سيتاجليبتين از افكتيف از فيلدا جليبتين، انما بيختلف عنهم في انه وانس ديلي بريسكريبشن، وانه ثرو اوت ذا جيرني اوف تايب 2 دايابيتس بيشنت وي كان فيت ذيس كومباينيشنز. نيجي بقى للحدوته بتاعه الكارديو رينال، والوحيد من الدي بي بي 4 اللي عنده ايفيدنس فور بوث بالكارولينا والكارميلينا. الكارولينا دي كانت كارديو فاسكولار اوت كام ترايلز اهي زي ما حضراتكم شايفين. مهم ان انا كنت بعملها اجينست كومباراتور اللي هو الجليمي برايدز والكارميلينا عشان اشوف الايفيدنس اوف كرونيك كيدني ديزيز مايكرو البيمنوريا بروجريشن. والاثنين سواء الكارولينا او الكارميلينا اثبتوا على اهميه الكارديو فاسكولار سيفتي اوف لينا جليبتين. مش بس كده، ده كان في ترند في اللينا جليبتين انه يحسن الالبومنوريا بروجريشن. ويمكن من اربع خمس سنين حد امننت نفرولوجيست كان معتقد في هذا الكلام وما زال عنده هذا اليقين انه اضافه اللينا جليبتين على الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2 من الحاجات المهمه جدا فور ديلاينج كرونيك كيدني ديزيز. ادي الكارميلينا وادي الكارولينا كلها بما لا يدعو للشك اثبتت انه اللينا جليبتين هو الوحيد اللي عنده ايفيدنس للكرونيك كيدني ديزيز، عنده ايفيدنس للكارديوفاسكولار ديزيز، وبالتالي لا غبار لما تاوجمنت العيان بتاع الكارديو رينال ديزيز بدراجز ذات برودوس بوتنشال بينيفيت توورد ذيس كوموربيديتيز. اذا وايه بقى؟ هيعمل لك سينرجي مع الصوديوم جلوكوز كو ترانسبورتر 2. ولهذا تو كونكلود، يمكن الجليبتالينا بتاع راميدا لينا جليبتين ميتفورمين قريب قوي في الايجيبشن ماركتس، سمبل تريتمنت اوبشن للدايابيتس، عنده انترميديت افيكاسي اند ديورابل افيكاسي، لو ريسك اوف هايبوجلايسيميا، لو ريسك اوف ويت جين، وعنده الكارديو رينال بنفيت بتاعته. وشكرا لحضراتكم، وبشكر تاني اجين الاستاذه ايناس شرتوت على الدعوه الكريمه، وبشكر رميدة على السبونسر شيب بتاع هذه المحاضره. ولو في اي سؤال قول يا شاه. ان شاء الله باذن الله. احنا بقى ثلاث اسابيع في نفس هذه القاعه بنعمل الورلد دايابيتس داي، يسرنا ان حضراتكم كلكم تكونوا موجودين معانا باذن الله.